وفي اطار اهتمام مصر بملف تغير المناخ اتخذت الدوله خطوات سريعه وجاده لتحديد مساهمتها في ذلك الملف الهام الذي يهم العالم اجمع. كما تلعب مصر دورا هاما في ملف المناخ على المستوى الاقليمي حيث كان لرئاستها لمؤتمر وزراء البيئه الافارقه ومجموعه المفاوضين الافارقه دورا هاما في توحيد صوت القاره الافريقيه في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ. اتخذت مصر منذ عام 2015 خطوات سريعة لتحديد مساهمتها في تغير المناخ وتابعت خطواتها بدمج بعد تغير المناخ في عدد أكبر من الوزارات ليصبح إحدى ركائز التخطيط الاستراتيجي بها إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات ومنها مواجهة نقص الطاقة بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة وإصدار التعريفة الخاصة بها تحت مظلة مشروعات التخطيط من آثار تغير المناخ والبحث عن افضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة ومع اتفاق باريس للمناخ واهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ تم انشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون الوثيق بين عدد اكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر او غير مباشر كما تعمل الحكومة على اصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل وتلعب مصر دورا هاما في ملف المناخ على المستوى الاقليمي فكان لرئاسه مصر مؤتمر وزراء البيئه الافارقه ومجموعه المفاوضين الافارقه دور هام في توحيد صوت القاره الافريقيه في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادره الافريقيه للتكيف والمبادره الافريقيه للطاقه المتجدده واستمرار العمل على تنفيذها واستضافت مصر مؤخرا مجموعه المفاوضين الافارقه واستمع الوزراء إلى مداخلاتهم وأطروحاتهم وبدعم من الأشقاء إلى فارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 خلال العام الجاري وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام وترى مصر أنه في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف لتشهد تنفيذا حقيقيا لاتفاق باريس والخروج بجدوى ولعمل متوازن